الآيات القرآنية مو مثل الأحكام الوضعية. عندما تأخذ كتاب من كتب القانون يتكلم معك بمنطق القوة، هذا لازم. إذا ما عملت هذا الشيء عليك غرامة أو سجن. لماذا هذا الحكم؟ ماكو لماذا، ماكو هنالك تعليل في القوانين الوضعية. أخذوا كتب القانون لاحظوها. ولكن في القرآن الكريم من لطف الله ومن رحمة الله في كثير من المواقع الله تعالى يبين القانون ويبين القيمة التي يستند إليها هذا القانون. ليش هذا الحكم؟ لماذا هذا القانون؟ هذه هي العلة أو هذه هي الحكمة من وراء وضع هذا القانون. الله تعالى يقول وأقم الصلاة. لماذا؟ لماذا نقيم الصلاة؟ تعليل: وأقم الصلاة لذكري. الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ الله تعالى يقول لعلكم تتقون. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لماذا؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لاحظوا ماذا يقول العلم في هذا التعليل: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. في آية الدين، وهذه الآية التي تلوناها ضمن آية الدين أيضا: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. أي شيء داينت من واحد اكتبه، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. لماذا؟ ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. حقيقة تعليل: إذا واحد ما يمر بهذه الحالة، إذا واحد متدين يمر بحالة دين يشعر بعمق هذه الكلمة وأدنى ألا ترتابوا. بعض الآيات واحد ما يفهمها إلا عندما واحد يمر بها فيشعر عمق هذه الآية وأبعاد هذه الآية.